الله جل وعلا احتج بأن الله يحيي الأرض بعد موتها. أنت تمر على الأرض هامدة ما فيها شيء، ما فيها أي عود وأي ورقة، جردة بيضة ينزل عليها الغيث ثم تربو تنتفخ طبقتها ثم تتفتق عن النبات، ثم بعد فترة وجيزة تصبح روضة خضراء فيها من أنواع النباتات والزهور والثمار. وكانت في الأول جردة يابسة، من الذي أعادها وأحياها؟ الذي قدر على إحياء الأرض قادر على إحياء الأجسام. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات بعد موتهم وإعادتهم كما كانوا. هذا من أدلة البعث، إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. ثم هذه الحبة اليابسة، حبة يابسة إذا سقاها الله بالماء انفرجت عن عروق وعن ورق وعن سيقان، ثم في النهاية كلها سنابل وتثمر، وهي في الأول حبة يابسة، حبة يابسة أخرج الله منها هذا النبات العجيب. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟